اهلا بكم مشاهدينا الكرام مع جوله صحفيه جديده وابرز ما تلعطنا به الصحف المحليه والعربيه والعالميه صادره صباح اليوم. البدايه بالصحف المحليه نقرا من الاخبار. السيسي لرئيس مجلس النواب الايطالي: مصر رائده في مكافحه الهجره غير الشرعيه. السفير محمد ادريس مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحده: السيسي ورؤساء 95 دوله يشاركون في افتتاح الدوره 73 للجمعيه العامه للامم المتحده. الوطن: رصدت بدورها الحكومة على موجة المواطن، لن نغير ضريبة الدخل واقتراحان لحل مشكلة العقارية. وزير المالية: الإصلاح الشديد يحمي الأجيال المقبلة من الفقر. وحسين: أزمة شركات المناطق الحرة انتهت. 130 مليار جنيه لبرامج التموين وافتتاح أهل المدارس غدا بتخفيضات 25%. إلى جريدة المصر اليوم ونطالع منها. انطلاق الموجة الثانية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وحرم النيل بالمحافظات. الحملات تشمل المباني المخالفة وتنمية التجارة، بدء تنفيذ خطة ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار. عشماوي: طرح 7 فرص استثمارية بإجمالي استثمارات 10 مليارات دولار لأربع سنوات مقبلة. نتابع قراءتنا مشاهدينا من جريدة اليوم السابع التي كتبت وزير الكهرباء لليوم السابع: مصر أصبحت بؤرة للاستثمار في الطاقة. محمد شاكر: محطات رياح جديدة بنظام 800. البحرية تنفذ تدريبات مشتركة في النجم الساطع 2018 بقاعدة محمد نجيب. القوات الخاصة تتدرب على اقتحام البؤر الإرهابية بالتعاون مع القوات الجوية والصعقة والمظلات. من منشطات صحيفة الجمهورية: الملة، مصر محور اهتمام شركات الغاز العالمية، زيادة معدلات المشروع القومي للتوصيل إلى المنازل، تفاهم بين السكك الحديدية وبروجرس العالمية، شراء وتحديث 141 جرار وتطوير خدمات الركاب. أجري: صلاح قادر على منافسة الكبار. في عموده بجريدة الأهرام أشاد الكاتب فاروق جويدة بمشروع الحكومة في وضع ضوابط الحماية، حماية الأراضي الزراعية من الاعتداءات الصارخة عليها في عمليات البناء، وتحت عنوان: الأراضي الزراعية لا تعوض. قال: هناك مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية التي تحولت إلى كتل خرسانية، وللأسف إننا لم نخسر الأرض فقط، ولكن خسرنا معها إنتاجا زراعيا كان يغطي احتياجات محافظات كثيرة. فالعدوان على الأراضي الزراعية الجزء الأصيل من ثروة مصر الحقيقية لم يكن جريمة اقتصادية واجتماعية فحسب، ولكنها جريمة فكرية وثقافية، لأن انتشار العشوائيات حمل معه مخاطر أخرى غير تهديد الأمن والاستقرار. ولذا فإن الحكومة الآن عليها أن تناقش أولا حجم المساحات الزراعية التي ضاقت، وأن تضع الضوابط التي تجرم العدوان على ما بقي لنا من المساحة الخضراء. نتحول مشاهدينا إلى أبرز ما جاء بالصحف العربية، والبداية من الرأي الكويتية. سوتشي تنقذ إدلب، وبوتين وأردوغان ينتفقان على إنشاء منطقة منزوعة السلاح. اتفاق لا اتفاق على حكومة عراقية برئاسة عادل المهدي والحلبوسي للأرجاني، نرفض العقوبات على إيران. جولة جديدة لكوشنر وجرين بلات للترويج إلى صفقة القرن. نطالع من الشرق الأوسط. قمة سوتشي تستبعد الخيار العسكري وتضع جدولا زمنيا للتهدئة. تدريبات على مواجهة تهديدات غير نمطية خلال مناورات النجم الساطع بمصر. مساعي جرافيث في صنعاء تصطدم بتعنة الحوثيين مجددا. السنيورة يشدد على أهمية التمسك باتفاق الطائف ويقول إنه ليس ملكا لطائفة أو لمذهب بل لجميع اللبنانيين. نتابع من عناوين الحياة اللندنية. المغاور: ملاذ آمن لسكان إدلب من القصف، وأضخم تعزيزات تركية إلى المدينة. روسيا تحذر الدول الكبرى من التدخل في ليبيا. فتح سدود لمواجهة أزمة المياه في البصرة. الانتخابات البرلمانية الكردية تثير خلافا على تقاسم المناصب. ومن أبرز عناوين الخليج الإماراتية: إطلاق عملية واسعة لتحرير الحديدة، وقائد قوات التحالف: المفاجأة أفقدت الحوثيين القدرة على الصمود. 1.5 مليون فلسطيني في غزة تحت خط الفقر. جدل لبناني حول تسمية الشارع باسم مدبر اغتيال رفيق الحريري. اتصالات سرية بين إسرائيل وتركيا لإعادة السفراء. من الصحف اللبنانية نقرأ من المستقبل: زلزال العدالة في لاهاي، المحكمة تستأنف أسبوعها الثاني من المرافعات. الدفاع يمجد حزب الله ونظام الوصاية ويقدم أدلة واهية.
بحرية الاحتلال تعترض مسيرة لكسر الحصار عن غزة. الملك سلمان يرعى قمة تاريخية بين جيبوتي وإريتريا. في مقال لها دعت صحيفة الدستور الأردنية القيادة الفلسطينية إلى الاستمرار في الصمود أمام العداء المتنامي من الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، وقالت: لم يفرغ الرئيس الأمريكي جعبته بعد من العداء للشعب الفلسطيني، ولم يكتفي بثمانية قرارات مدمرة اتخذها بحق القضية الفلسطينية، لابد من التذكير بها دائما حتى تبقى عالقة في أذهان الجميع. كان في مقدمتها الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني المحتل، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، إلى جانب قطع المساعدات عن الأونروا. ترامب فرض على الشعب الفلسطيني وقيادته مجابهة غير متكافئة عمليا، لأن كفة الميزان تميل بالكامل لصالحه. والآن ليس أمام القيادة الفلسطينية إلا خيار الاستمرار بالتصدي للسياسة الأمريكية ومقاومتها بكل ما تستطيع، وعدم الاستسلام لضغوطها. ونتحول مشاهدينا إلى الصحف العالمية، ونبدأ من نيويورك تايمز الأمريكية التي كتبت: كوريا الشمالية تنتج النووي في عهد ترامب ولكن في صمت. مسؤولون مخابراتيون يكشفون عن أن بيونغ يانغ تغير نهج تطوير البرنامج النووي، حيث ما زالت تنتج الوقود والأسلحة النووية ولكن بهدوء. الفيضانات تعذب نورث كارولينا في أعقاب إعصار فلورنس، ولا زالت محاولات إنقاذ المواطنين مستمرة حتى بعد انحسار الإعصار. من الواشنطن بوست الأمريكية: ترامب يأمر وزارة العدل برفع السرية عن الأحراز المتعلقة بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. ترامب يفرض رسوما على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار. مون جاي إن يصل إلى بيونغ يانغ في الزيارة الثالثة من نوعها لرئيس كوريا الجنوبية هذا العام. من الصحف الفرنسية نطالع من لوموند: منطقة منزوعة السلاح في أدلب برعاية روسيا وتركيا. بوتين وأردوغان يتفقان في سوتشي على السيطرة المشتركة على هذه المنطقة. التعاون ونزع السلاح النووي في قمة بيونغ يانغ بين الكوريتين. وعلى الرغم من رفع الحظر، الصينيون مترددون في إنجاب المزيد من الأطفال. من هارتس الإسرائيلية نطالع: طائرة عسكرية روسية تختفي خلال ضربات في سوريا منسوبة لإسرائيل وفرنسا. طائرة التجسس تختفي من شاشات الرادار في الوقت الذي كانت فيه فرنسا وإسرائيل تهاجمان أهدافا في اللاذقية. الولايات المتحدة تقول إن الطائرة أسقطتها مدفعية الأسد المضادة للطائرات. إلى الصحف البريطانية ونقرأ من التايمز: خطة أمريكية لخصخصة الحرب الأفغانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استبدال القوات الأمريكية في أفغانستان بمجموعة من الشركات الأمنية الخاصة. الاتحاد الأوروبي لن يسمح لخليفة تيريزا ماي بتغيير صفقة البريكس. إصرار على ضمانات بأن بريطانيا لن تحاول إعادة فتح شروط الصفقة. قمة الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي رصدتها صحيفة دالي تيليغراف البريطانية، التي قالت إن صفقة المنطقة المحايدة أوقفت هجوم إدلب. الاتفاق الروسي التركي على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين القوات الحكومية والمعارضة السورية منع وقوع أزمة إنسانية متوقعة في المحافظة التي تمثل آخر معاقل المعارضة في سوريا. الاتفاق الذي عقده الرئيسان في قمتهما في سوتشي يشير إلى انسحاب المسلحين ومن بينهم الفصائل التي كانت على صلة بتنظيم القاعدة وتسيطر على أجزاء من إدلب. التطورات الأخيرة تؤشر على تعاون متزايد بين البلدين اللذين يدعمان الطرفين المتحاربين في سوريا. وموسكو تحرص على تقوية علاقاتها بتركيا في وقت تبدو فيه علاقات أنقرة مع واشنطن في أضعف صورها. مشاهدينا الكرام، وهذه وقفة مع الرسوم الكاريكاتورية الأبرز في صحف اليوم. ختام جولتنا الصحفية، إلى اللقاء.